يقول الله تعالى في كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. منذ أيام قليلة أعلنوا عن استشهاد ومقتل القائد المجاهد البطل يحيى السنوار، وهلل الإسرائيليون فرحين جدا باستشهاد القائد البطل يحيى السنوار. وما هي إلا ساعات وأيام قليلة جدا حتى روج بعض المتصهين العرب عبر عدد كبير من شاشات الإعلام وعبر عدد كبير أيضا من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي أن يحيى السنوار وقادة حماس كانوا ينعمون تحت الأرض في الأنفاق منعمين مع أهلهم، وتركوا أهل المقاومة وتركوا أهل غزة يقاتلون ويدافعون عن أرضهم بصدورهم حتى وهم مجردين من السلاح. وما هي إلا ساعات وخيب الله سعيهم وفضح كذبهم ولقي ربه يحيى السنوار وهو مقاتل بين جنوده في الصف الأول يدافع عن دينه وعن أرض غزة الحبيبة. في هذا اللقاء يشرفني ويسعدني مع ضيفي هذه الحلقة أن نسعد وأن نشرف بلقاء السادة الأفاضل المشاهدين في لقاء خاص بعنوان رسائل لأهل غزة. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان. فمرحبا بشيخنا الكريم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حبيبي أستاذ عمر، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وربنا يبارك في مشاهدي قناة الرحمة جميعا يا رب. الله يبارك وفي كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض. الله يحفظكم. عايز أقول لحضرتك يعني رسائل كثيرة من السادة الأفاضل المشاهدين يعني يشكرونك على اللقاء الماضي، وكانوا الجميع حقيقة سعيد جدا بظهورك على شاشة الرحمة بعد غياب طويل. والله أنا يعني ظهوري على شاشة قناة الرحمة شرف ليا. قناة الرحمة قناة الله سبحانه وتعالى نشر بها السنة في مشارق الأرض ومغاربها، والله يبارك في القائمين عليها ويبارك في جميع المنابر الإعلامية يعني لأهل السنة في العالم كله، ويؤيد كل داعي إلى الله وكل داعية إلى الله. والله يستعملنا ولا يستبدل بنا أبدا يا رب. يا رب اللهم أمين. صدمت الأمة كلها بمقتل يحيى السنوار خلال الساعات القليلة الماضية، وهلل وفرح الإسرائيليون جدا لهذا الخبر في الوقت الذي حزننا فيه نحن معاشر المسلمين في كل مكان على مقتله، وفي المقابل أيضا فرحنا أنه لقي ربه وهو كان يتمنى أن يلقى ربه بهذا الشكل وبهذه الطريقة أن يكون شهيدا في سبيل الله. والله يا أستاذ عمر يعني يعني أهل غزة وأهل فلسطين كلهم علمونا يعني إيه الموتات الأسطورية. نعم. اللي احنا كنا بنتكلم عنها كتير في موتات الصحابة وأعظم 10 موتات في التاريخ البشرية، زي موتة مصعب بن عمير وموتة حمزة بن عبد المطلب وموتة جعفر بن أبي طالب في مؤتة وهذه الموتات. ولكن يعني ما تيجي يعني ما تيجي نغير مكاننا في الحلقة دي شوية. تفضل. ما تيجي نحاول نخلي الحلقة هموم مواطن من غزة. جميل. ما تيجي نحاول نخرج ولو حتى بمشاعرنا بره المكان اللي احنا فيه في بيوتنا وبناكل وبنشرب، ونروح مثلا مخيم زي مخيم جباليا، ونروح مثلا مع 400,000 مواطن من غزة اللي فوق محور نتسريم الوقتي ومحاصرين وممنوع عنهم لقمة أي لقمة أو أي بق مية ومهددين بالأكل والإبادة. ما تيجي نحط نفسنا مكان 1,700,000 مواطن من غزة نزحوا لجنوب غزة. ما تيجي نحط نفسنا مكان 2/3 سكان غزة 1,400,000 عايشين في 8 مخيمات الوقتي، مستنيين وجبة، مستنيين كل أم يعني ممكن تكون يعني أنا مهما اتكلمت الوقتي، احنا لو عملنا 1,000 حلقة على غزة مش هتيجي معاناة ربع ساعة من مواطن من مواطني غزة اللي بيعيشها الوقت في المخيمات. نعم. من الآلام الرهيبة من الجوع والبرد وسبحان الله سبحان الله من آيات ربنا في أطفال غزة إن من أقل إن لم يكونوا أقل معدل لموت الأطفال في العالم كله بدون الحرب يعني. نعم. يعني 16 طفل في 1,000 يعني حاجة سبحان الله، كأن المكان ده في بركة من عند الله سبحانه وتعالى وفي تأييد من ربنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى الودود. أنا عايز أحط نفسي أنا حازم الوقت وأنا بتكلم مع حضرتك في هذا اللقاء، أنا عايز أحط نفسي مكان 46,000 بيت من غزة ما عندوش بيوت بقى لأنه كله في مخيمات، فيهم مياتم، 46,000 ميتم، 46,000 شهيد. أنا عايز أحط نفسي مكان 6,000,000 لاجئ فلسطيني ما بين مخيمات سوريا ومخيمات الأردن ومخيمات فلسطين ومخيمات ما بين هذه ومخيمات لبنان. أنا عايز أحط نفسي مكان الفيلم الرعب اللي بيحصل هناك ده، يعني انا عايز احط نفسي النهارده على فكره ودي حاجه غريبه شويه مش مكان المقاومه،
نعم. ورغم ان ده شرف لا 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 يضاهي شرف النبي تكلم عنهم المجاهدي بيت المقدس واكناف بيت المقدس، انما انا عايز احط نفسي مكان 2.1 مليون مواطن في غزة عايشين في الالام اللي هم فيها، عايشين في رعب، عايشين في رعب، عايشين فين بكرة؟ ما عادش في بكرة، شمال غزة خلاص اتسوى بالارض. نعم. طب يعني انت متخيل انت لو انت بلدك اتسوت بالارض، طب انا رايح فين؟ انا ما عنديش مستقبل، انا ما عادش عندي بكرة، فانا مش عايز اتكلم وانا واكل وشارب وقاعد في بيتي وبنام وسط زوجتي واولادي وبكلم واحد هو مش عارف بكره بتاعه ده جاي ولا مش جاي. هو ممكن يكون ده والدته ماتت وده اخته ماتت وده ابنه مات ودي ابنها الوحيد مات وده اولاده ماتوا وده عيلته كلها ماتت. احنا لينا يعني انا في طب المنصوره عندنا في طلبه من غزه كل واحد منهم اتقتل من عيلته 40 واحد 50 واحد. انت متخيل الوضع هناك شكله ايه؟ عيلة كمان. احنا بنكلم مين؟ احنا بنكلم ناس يا جماعة تحملت ألم لم يتحملها انسان في التاريخ. احنا بنكلم بلد والله لا اجد لهم مثل في كتاب الله الا في قول الله والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. كل الابطال دول اصحاب الموتات الاسطورية، الشاب اللي زحف وهو بيتضرب بالطيارة وصام عشان يموت وهو ساجد. نعم. الـ يعني زي ما انت قلت يعني ابو ابراهيم يعني رحمة الله عليهم جميعا اللي ذكرنا بموت سيدنا مصعب بن عمير، ايديه مقطوعة ورجليه مقطوعة ومصمم لسه يقاتل ولو بأي شيء. يعني الموتات الاسطورية ورغم كل ده حلقات تحفيظ القرآن في المخيمات شغالة، الله أكبر. ورغم كل ده صلاة الجماعة في كل مكان، ورغم كل ده كلمات الصمود من النساء ومن الأطفال ويعني قبل الرجال وقبل الكبار بتزلزل القلوب. سبحان الله العظيم، فعلا ربنا قال في سورة الأحزاب وكان الله بما تعملون بصيرة. نعم. يعني انتم مراقبين الوقت من عين الله، هتعملوا في الأزمة دي. الناس دي عملت اللي ما فيش حد عمله. انا مش جاي اثبتهم، احنا مش جايين نثبتهم. نعم. ده هم اللي بيثبتونا. صحيح. ده هم اللي بيعلمونا الثبات. نصروا الله فنصرهم. نصر يعني الحقيقة ان القوة غير متكافئة، وان هم يصمدوا على مدار عام كامل في مواجهة اسرائيل وقوى الغرب جميعا ويقف وهم مجردين من السلاح حقيقة. يعني عشان كده اللي هم فيه ده مش هزيمة، ده نصر. صحيح. صحيح. اللي هم فيه ده مش فشل، ده نجاح. الموتات اللي بيموتوها دي الموتات التاريخية اللي والله العظيم لا يعزن الله أهل غزة. والله مش السيدة خديجة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام بسبب صلته للرحم وقطع، قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيهم الله أبدا، والله لا يجعلنهم الله آية للعالمين أجمعين. الناس دي ثبتت ثبات تاريخي. الناس دي قدمت، عارف انت النبي عليه الصلاة والسلام لما طلحة بن عبيد الله تقطع قدامه في أحد، فلما جه الصحابة يجروا على النبي بقى بدأوا يرجعوا تاني يجروا على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال لهم دونكما أخاكما خلوه يريح، هو فقد أوجب خلاص، هو قدم كل حاجة توصله للجنة. فعلا الناس دي أوجبت. نعم. الناس دي بذلت. عشان كده يعني أنا يعني فعلا عايز أقول لهم احنا حاسين بيكم، احنا مش جايين نقدم كلام باحساس ابوي، جايين نقول لكم اصبروا اصمدوا، انتوا صمدتوا صمود احنا ما نعرفش نصمد شيء فيه. صحيح. احنا لو عملنا حلقه كل يوم عنكم احنا لن نوازي ربع ساعه معاناه اللي انتوا فيها. ده النور ممكن لو اتقطع في بيت حد مننا 10 دقائق بسبب اي حاجه، ما تقعدش. هو مش قادر يقعد ولا قادر يستحمل. هم عايشين كده ازاي؟ فاحنا انا جاي اقول لمواطني غزه ومواطنات غزه احنا اسفين. والله العظيم احنا اسفين، انا مكسوف، والله مكسوف، ويا جد لحم وجهي يسقط من الخجل ان انا بكلم هؤلاء الشرفاء، هؤلاء العظماء، هؤلاء الوجهاء. الناس دي يا جماعة بكرة هتبقى ملوك الفردوس الاعلى باذن الله. الناس دي وفي الدنيا ربنا هيعزهم بعزه. عشان كده يعني انا يعني في بعض النصوص سبحان الله العظيم حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام قالها. انت تعرف الامام الشافعي؟ نعم. الامام الشافعي يعني رحمه الله كان يدعو الله ان يرحمه لانه من غزة. لانه من غزة. لانه من غزة كان يدعو الله ان يرحمه. اصل غزة، غزة فيها احاديث، هي وعسقلان الاثنين جنب بعض يعني. حتى غزة كانت جزء من عسقلان زمان، كان الصحابة بيسموا غزة غزة عسقلان، هما الاثنين بينهم 20 كيلومتر وهما الاثنين اصلا بلد واحدة. نعم. يعني سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايز بس ننبهر يا جماعة. نعم. أنا عايز مواطني غزة يعرفوا هم مين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايز مواطني غزة يعرفوا هم مين يوم القيامة. نعم. أنا عايز الناس دي تعرف قيمتها في دين الله إيه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، خير رباطكم عسقلان. إن شاء الله. عسقلان دي غزة، أيام الصحابة كان اسمها غزة عسقلان. يعني غزة دي حتة من عسقلان، يعني الحديث ده عن غزة. نعم. يعني يعني اللي بعد نكسة 67 اليهود عملوا مذابح في عسقلان، فمسلمي عسقلان هجروا الغزة. نعم. الشيخ أحمد ياسين من عسقلان أصلا. يعني كل المقاومة دي أصلا كان منشأها من عسقلان. وكانت غزة يعني زي ما قلت لك من الصحابة اسمها غزة عسقلان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خير رباطكم عسقلان، يعني أعظم مرابطين ومجاهدين في تاريخ الأمة هيبقوا في المكان ده. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يرى ما نراه. والله يا أستاذ عمر حديث يزلزل القلوب، والحديث طبعا فيه ضعف ولكن حديث في مسند الإمام أحمد. نعم. وابن حجر كافح عن هذا الحديث، له كتاب القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد اللي كان بيتكلم إن ما فيش حديث موضوع في مسند الإمام أحمد. ابن حجر العسقلاني هو ابن عسقلان أصلا، صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري هو ابن عسقلان أصلا. نعم. وكثير من العلماء في عسقلان، حتى عسقلان يقولك مليانة مقابر اللي بيسموها المقامات يعني. نعم. بس هي اساسا دول كلهم كانوا مجاهدين. يعني فابن حجر دافع عن هذا الحديث اللي انا هقوله دلوقتي، وذكر له شواهد لتقويته، وقال لا يحيله شرع ولا عقل. يعني ابن حجر كان بيدافع عن هذا الحديث في مسند الامام احمد بن حنبل رحمه الله. الحديث بيقول ايه بقى؟ انا عايزك بس تتخيل كده هذا الحديث اللي ابن حجر العسقلاني في القول المسدد دافع عنه هذا الدفاع وذكر الشواهد لتقويته، الحديث وان كان طبعا طائفه كبيره جدا من اهل العلم ضعفته. الحديث بيقول ايه؟ روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، عسقلان احد العروسين. هو في حديث تاني بس حديث طبعا يعني ضعيف اللي هو ايه عليكم بالعروسين غزة وعسقلان. نعم. بس الحديث التاني ده يعني ايه فيه ضعف. عسقلان يعني احد العروسين، يعني البلد دي هتقدم كمية شهداء هتبقى لها اعراس في السماء. ما هو الشهيد ده بيتعمل له عرس في السماء. عسقلان احد الرسول كان بيقول الكلام ده امتى؟ صلى الله عليه وسلم. خد بالك عليه الصلاه والسلام. كان مين فين عسقلان دي، ولا كان فين غزه، ولا كان فين الدنيا دي اصلا؟ عسقلان احد العروسين يبعث منها يوم القيامه 70,000 لا حساب عليهم. الله. يعني دي من نعم. اوائل البشريه. ويبعث منها يوم القيامه 50,000 شهيد. ان شاء الله. انا عايزك بس تقارن الرقم ده برقم اللي نعم. اللي استشهدوا السنه اللي فاتت دي. ويبعث منها يوم القيامه 50,000 شهيد. ومنها صفوف الشهداء. الله اكبر. يعني الحديث ده نص الحديث، يعني نعم. صفوف الشهداء يعني اليهود ما يفرحوش ان هم قتلوا حد، ده كل صف هتقتلوه هيطلع لكم صف تاني. وهذا ما يحدث فعلا لحد نعم. ما لحد ما زي ما النبي عصام قال لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق، وفي روايه ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هو مش باصص اصلا على مين اللي نصرنا ومين اللي ما نصرنيش. انا مش باصص غير على وجه الله، ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عني ولا مش هيرضى عني. عارف سيدنا ابراهيم وهو بيجري كده لهمه نمرود ولا همه اي ظالم، وهو بيجري عشان يبني الكعبه. نعم. وكان لوحه الاسماء الحسنى قدامه وهو بيجري عشان يصل الى الله سبحانه وتعالى وجهه وجهي. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول عسقلان احد العروسين يبعث منها يوم القيامه 70,000 لا حساب عليهم، ويبعث منها يوم القيامه 50,000 شهيد. دول مميزين قوي. نعم. ومنها صفوف الشهداء، ده غير صفوف الشهداء في 50,000 دول ايه حاجه مميزه كده يعني. ومنها صفوف الشهداء مهما يتقتل منها صف يطلع صف اللي بعده، البلد دي ما بيخلصش خيرها ابدا ابدا. ومنها صفوف الشهداء، شوف النبي بيقول ايه، يحملون رؤوسهم على ايديهم. يعني الناس دي رقبتها تطير، الناس دي مش هتموت موتات عاديه، الناس دي هتتقطع. يعني كان النبي بيوصف اللي بيحصل دلوقتي. صحيح. تثج اوداجهم دما، يعني مذبوحين، يعني شرايين رقبتهم قاعده تتفجر بالدماء، اللون لون الدم والريح ريح المسك يوم القيامه. تثج يعني الناس دي اتقتلت موته مش طبيعيه، دول مش ميتين، ده دول اتفرموا في سبيل الله. تثج اوداجهم دما يقولون يوم القيامه. تخيل بقى في وفد كامل كده من غزه وعسقلان كده، ده دول دون شهداء البشريه كلها، البلد دي هتبعث امه الواحده يوم القيامه. يقولون ربنا اتنا ما وعدتنا على رسلك انك لا تخلف الميعاد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيسرحون من الجنه حيث شاء. الله اكبر. كان النبي بيوصف اللي نعم. احنا فيه، كان احنا دلوقتي ايه ده، ايه العجب ده. الساعات القليله الماضيه كانوا يوصلون جنازه في احد الجنازات على راس دون جسد.
الله أكبر. سبحان الله رأس دون شز. سبحان الله. نعم. تصديقا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ناضل ابن حجر في القول المسدد من انه ايه يذكر له شواهد لتقويته، واصله في مسند الامام احمد انه يحملون رؤوسهم على ايديهم. ده كان بني ادم جسمه في حته وراسه في حته. صحيح. يعني والمقطع الشهير المنتشر اللي هو رفع طفل جسد بلا راس. الله اكبر. نعم. الله اكبر. كأن النبي نعم. كان يرى ما يحدث الان. نعم. والله العظيم يعني انا ارى هذا النص من العجائب. نعم. لان النبي طب ما قالش كده على اي بلد تانية ليه؟ يا جماعه انتوا صبرتوا قوي يا اهل غزه، انتوا صبرتوا قوي، والله لن يضيع الله صبركم. قال الله عز وجل بعد قصه اصحاب الكهف، ربنا بيقول ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عمل. طب ليه انا لا نضيع؟ انت عارف ليه انا لا نضيع هنا؟ لان اي واحد هتحكي له عن سبع شباب سابوا الدنيا وما اتجوزوش وسابوا المال وتفرغوا للدعوة إلى الله، وبعد كده لما خافوا إن المجتمع يفتنهم راحوا عاشوا في كهف صخري، لا ناموا على سرير ولا كلوا لقمة دافية ولا اتجوزوا ولا خلفوا، في الآخر ماتوا، يقول لك يا عيني ضيعوا نفسهم، ضيعوا شبابهم. فربنا قال إنا لا نضيع. اوعى تفتكر إن ربنا بيضيع جنوده، اوعى تفتكر إن ربنا بيضيع رجالته، اوعى تفتكر إن ربنا بيضيع اللي وقف على بابه. فالكلمة دي لأهل غزة دلوقتي، والله لن يضيعكم الله. انتوا في ازمه، بس انتوا في ازمه لان انتوا اللي بتصنعوا مستقبل الامه دلوقتي. نعم. انتوا في ازمه لان انتم الرحم والمخاض بقى بتاع الولاده. عارف الولاده لما بيبقى الاب واقف وبنته بتصرخ والام واقفه قلبها بيتفطر وجوزها واقف قلبه مفطور، وفجاه بقى اول ما نونو كده بقى يبدا يوقوى كله بقى يبدا يبكي من الفرحه وشايلينه، هو ده كده. انتوا دلوقتي في الام، بس الالام دي هي تمن ايقاظ الامه كلها. اوعوا تستقلوا باللي انتوا فيه، اوعوا تستقلوا بثوابكم عند الله. يسرحون من الجنه حيث شاءوا. انتوا دلوقتي مقيدين في المخيمات ولكن والله العالم كله مذهول منكم، آلاف الناس بتسلم من الذهول بس من ثباتكم. ايه القرآن اللي اداكم انتوا؟ والبلد الطيب، انتوا بلد طيب، انتوا بلد صنعه القرآن. يا جماعة غزة كل بطولتها بسبب محفظ قرآن، بلد صنعها محفظ قرآن اسمه الشيخ احمد ياسين الله يرحمه. وما كان بدايته القرآن فنهايته في الدنيا المجد، ونهايته في الآخرة الفردوس الأعلى. نعم. زي ما ربنا كده افتتح سورة الكهف وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الايه كتاب كده، فبدأت بالقرآن. نعم. نهايتها كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نعم. فاللي بدايته القرآن نهايته الفردوس الأعلى ونهايته الله. المجد في الدنيا فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنا عايز أقول لأهل غزة، أنا جاي والله يا أستاذ عمر يعني ولا أكذب إخواني يعني أنا كنت أتواصل معك امبارح وبتواصل يعني مع إدارة القناة. أنا عايز أجي يعني أنا عايز أقول للناس دي حاجة والله يا جماعة. نعم. يعني أنا فعلا قلبي مفعم بمشاعر تجاه هؤلاء المواطنين، هؤلاء المسلمين والمسلمات. يا جماعة أنتوا فخر والله العظيم أنما أنتم في والله ثم والله ثم والله واصطفاء من الله. أنتم مصطفون أخيار عند الله الآن. نعم. والله حسيبكم ألا نزكي على الله أحدا فلا تقنطوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. فما تيأسوش. نعم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين. نعم. الذين إذا أصابتهم مصيبة، وأنتم أصابتكوش مصيبة ولا 46 ألف مصيبة ولا أنتوا يعني أصابكم ما لم يصب أحد ولسه واقفين على رجليكم، قالوا إنا لله، إحنا بتوع ربنا أصلا، يحصل اللي يحصل وإنا إليه راجعون، راجعين له فناخد ثوابنا منه. أولئك عليهم كأنها سحائب. نعم. فوقهم تمطر عليهم الرحمات، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. شيخنا الكريم، كثير من النساء والرجال والأطفال حول العالم هم يشاهدون هذه المشاهد التي تأتي لنا من غزة الحبيبة عبر عدد كبير من وكالات الأنباء. إحنا نفسنا نعمل حاجة، يعني إحنا ما هو واجبنا نحن معاشر المسلمين في كل مكان كي ننصر إخواننا في غزة؟ حتى البعض حينما يتكلم عن الدعاء يقول لك نحن نعلم أن الدعاء له قدر عظيم وكذا وكذا ويغير الأقدار إن شاء الله، لكن إحنا حاسين إن إحنا فعلا مكسوفين من اللي بيحصل تجاه إخواننا في غزة، نعمل لهم إيه؟ هو يعني بص يا أستاذ عمر، يعني أكبر مرض مدمر في الأمة الآن هو قلة الحيلة. صحيح. اعمل ايه؟ لا، ما هو مش معنى انك قلت اعمل ايه ان انت عملت اللي عليك، او يعني كان بقى ربنا يا راكب فوق سبع سماوات وانت قاعد زعلان فعذرك الله. لا 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 لا، اوعى تظن ان مجرد الحزن من اجلهم اعذار الى الله. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله.
والرسول وتخونوا أماناتكم، مش وتخونوا أمانتكم، أماناتكم. نعم. أنت فرقتك كذا أمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وحملها الإنسان. أنت في حمولة عليك من الله، اوعى تفتكر ان الحمولة دي انك زعلان او ان احنا قاعدين بقى نتفرج على الشاشات. لا لا لا، هو ان يأتي الاحزاب زي احزاب الكفر المتآمرة على فلسطين الوقت كده، يودوا لو انهم بادونا في الاعراب اللي هو حزب الكنبة يسألون عن انبائكم. انا قاعد بتفرج عليك في القنوات الاخبارية وزعلان عشانك. طيب ما انا نفسي اعمل لهم حاجة، بس هعمل لهم ايه؟ انت بص، اللي هم مكلفين به الوقتي ان هم واقفين صامدين بيجاهدوا في سبيل الله. نعم. اللي انت مكلف به دلوقتي ممكن يبقى صغر تاني غيرهم. زي لو انت لجنه اغاثيه يبقى نعم. لازم جهادك دلوقتي في اي مؤسسه اغاثيه في العالم انك انت توصل لهم. حتى مهما عملت كافح، لو انت انسان من اهل القرار ومن اولي الامر يبقى جهادك دلوقتي انك انت تنصرهم. مش بنقول ان على الحكام ان يتهوروا في الطريقه التي ينصروا بها، لا، هو يعني كل واحد فاهم صغره، ولكن شيل القضيه. نعم. شيل القضيه وانصر القضيه. احنا عايزين الثقه ترجع بين الامه وبعضها تاني يا استاذ عمر. احنا عايزين الثقه بين الحاكم والمحكوم ترجع، عايزين الثقه بين الغني والفقير ترجع، عايزين الثقه ما بين الامه وبعضها كلها ترجع. مش عايزين نخون بعض، كلنا نفسنا الحرب دي تخلص، كلنا نفسنا المعاناة دي تنتهي. نعم. كلنا نفسنا أهل غزة يرجعوا بيوتهم ونبني بيوتهم من أموالنا ومن كل ما نملك، كلنا نفسنا ده. ولكن كل واحد يفهم الصغر بتاعه. انت راجل داعي إلى الله، قوم القضية. الناس دي الوقت بتبتلى بذنوبنا احنا، عشان كده احنا مكسوفين. نعم. الناس دلوقتي بتصاب بذنوبنا احنا، بتقصيرنا احنا، قوم القضية. عايزين ننتقل يا جماعة من التأثير إلى التغيير. أنا بخاطب كل داعي إلى الله من دعاة منهج السلف ودعاة أهل السنة والجماعة في الأرض كلها، يجب أن ننتقل من التأثير إلى التغيير. احنا مؤثرين بس مش مغيرين. احنا بنعرف نخلي الناس تتأثر بالكلام، بس احنا مش صناع حياة. عايزين ننتقل من عقلية صانع حارس الحدود إلى عقلية صانع الحياة. نعم. أنا مش كل وظيفتي إن أنا أحارب البدع، إن أنا أقول للناس إن دي حرام، أنا مش كل وظيفتي إن أنا حارس حدود. أنا عندي وظيفة صانع حياة كمان. إحنا لازم نبني، إحنا لازم كل واحد من أهل الدعوة يبني مشاريع مؤسسية للدعوة، مشاريع مدارة للدعوة، مشاريع لا تموت بموته. إحنا لازم نبقى محترفين على ثغور الدين. صحيح. إحنا لازم نبلغ الناس ولازم نجاهد في سبيل الله بالدعوة إلى الله. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القاتل المقتول في سبيل الله شهيد والميت في سبيل الله شهيد. نعم. الميت في سبيل الله اللي هو بيشغل في الدعوة ومات وشغل في الدعوة. مش قتل في قتال في سبيل الله. نعم. هل ترى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استطاع بطول أبد الحرب يجعل المشهد مألوفا لدينا؟ يعني خلاص عندما بنفتح التلفزيون كل يوم بنشوف المشاهد التي تأتينا من غزة، مشاهد القتل والسفك والانتهاكات والهدم وما إلى ذلك. طول الأمد خلى المشهد ده بالنسبة لنا مألوف؟ ما بقاش يعني حمودها زي الأول. يعني بص أستاذ عمر، كزرع أخرج شطأ. لو أهل الدين وأهل الدعوة واقفين بيذكروا الناس بالقضية هتفضل القضية حية. نعم. القضية لا تموت ولا تذبل بسبب إن هو كل يوم نفس المشاهد نفس المشاهد نفس المشاهد. لا، يعني عايز أقول لك إن السؤال اللي أنت سألته ده ذكرني بحاجات فعلا. يعني أكتر حاجة مؤلماني في صدري منظر يعني نتنياهو قال أنا هغير عقيدة الجندي اليهودي. عقيدة الجندي اليهودي أو استعداد الجندي اليهودي مشروط بشرطين. نعم. ألا يحارب حرب مباشرة وألا يحارب حرب طويلة. يعني الجندي اليهودي ما بيقدرش يحارب حرب طويلة أبدا وما يقدرش يحارب حرب مباشرة. الراجل ده أصلاً فضل، كانوا مرهنين على الحرب في بدايتها ما تاخدش أسبوع. الراجل ده فضل. نعم. ورا شعبه لحد ما أقنع معظم شعبه بالحرب المباشرة وبالحرب الطويلة. نعم. طب ربنا بيقول والذين امنوا اشد حبا لله. احنا المفروض اشد ثبات. احنا المفروض اشد رجوله. احنا المفروض اشد تضحيه. عشان كده يعني فكره ان احنا نالف شبابنا الجيل الاندر ايدج كله اعدادي بدايه سنه والكلام ده، كان في الاول هو اللي مقوم قضيه المقاطعه وهو اللي الوقت. احنا شايفين الشباب الوقت في الحفلات الغنائيه بقى شكلهم ايه. لا، مش عايزين نضعف. قال الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. يعني ايه ربي؟ يعني مرتبط بالله، يعني واحد موصول بالله. وفي قول تاني يعني واحد متربي في بيئة ايمان. نعم. ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ما ينفعش ان احنا نستكين ولا نضعف ولا نتعود على المشاهد. احنا عايزين نحط نفسنا مكان مواطني غزة اللي بيعانوا بحق وحي. والا
فعواقب الخذلان وحشة قوي. صحيح. يعني هو ربنا قال على أهل غزة وأهل فلسطين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. أنت على فكرة يعني أنا يعني لو تلاحظ في اللقاء ده أنا بتكلم على كل أهل غزة. بتكلم نعم. على كل أهل فلسطين. ليس فصيل على حساب فصيل. أنا بتكلمش على فصيل على حساب فصيل. نعم. أنا بتكلم إحنا عايزين نوحد الأمة. صحيح. عايزين نبطل تخوين لبعض. نعم. عايزين نبطل إن لما نختلف يبقى إذا أنت وحش وأنا حلو وأنت لا 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 إحنا عايزين نرجع الثقة لبعض تاني. وعايزين نحترم الخلاف اللي بيننا وبين بعض تاني. وعايزين ندرك يعني دعنا نتفق أننا لابد أن نختلف. نعم. ودعنا نتفق أننا حينما نختلف لا نتنافر بل نتكامل. ودعنا نتفق أننا إن أدركنا الوجه الآخر لعملة الاختلاف وهي التكامل أمكننا أن نتعاون. اختلفنا فتكاملنا فتعاوننا فنلنا ما نتبنى. إحنا عايزين نتكامل مع بعض. ذكرت أثناء كلامك وفي ثناياه عن سلاح المقاطعة، ولا شك أن سلاح المقاطعة سلاح مهم جدا وحقيقة تضررت منه كبرى الشركات العالمية. البعض الآن بعض الشباب زي ما حضرتك تفضلت يعني من الممكن أنه لا يستطيع أن يقاوم نفسه في رغباتها نظرا أنه بيحب المنتج الفلاني ده، والمنتج الفلاني ده منتج يساهم في ضرب إخواننا في غزة. تقول له إيه؟ والله أنا هقول لك حاجة يعني أفضل. يعني طبعا بص يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وقلوبكم. نعم. يعني أنت قلوبك المقاطعة دي تبع قلوبكم على فكرة. يعني هي لا تبع أموالكم ولا تبع أنفسكم. هي حاجة بسط من كده بكتير قوي يعني 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 مش هنقدر نطلعها لدرجة أموالكم وأنفسكم. نعم. ومع ذلك لها تأثير عظيم يعني. أنا عايز أقول لك حاجة يا أستاذ عمر، يعني عايز الرأي، يعني أنا بحب الصراحة والوضوح وليكن ما يكون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الجهاد الأصغر في الأمر ده هو نعم. المقاطعة. المقاطعة نعم. على فكرة مش هو أحسن بديل. أحسن بديل الإنتاج البديل. نعم. أحسن بديل إن إحنا نبدأ نصنع إحنا. يعني الأقوى من المقاطعة مليار مرة، واللي هتخسرهم أقوى مليار مرة، إن إحنا ننهي سيطرة المالتي ناشونال جروبز على الأمة الإسلامية. يا أستاذ عمر الوقتي شركات عبرة القارات متوغلة في كل شارع وحرف الأمة. صحيح. هات لي اي منتج. مره كنت قاعد مع راجل اعمال كبير جدا عنده اربع شركات في اربع قارات في العالم. نعم. فبيقول لي شركات عبرت القارات دي دول، بيقول ما في، بيقول لي هات لي منتج واحد منتشر وانا هقول لك هو فين من 15 20 شركه بس على مستوى العالم. طب ما تيجوا ننتج، طب ما تيجوا نصنع، طب ما تيجوا، ما عشان كده بقول لك عايزين ننتقل. لكن انا كمستهلك ما اعرفش اعمل ده. يعني انا واحد تعرف تعمل ازاي؟ والله العظيم تعرف تعمل ازاي؟ زي ما كل العالم عمل، وكل العالم خلي عندك اراده. انا مش عايزك تعمل دلوقتي، انا عايزك تعمل بعد 10 سنين، انا عايزك تبدا دلوقتي عشان بعد 20 سنه تقدر تعمل حاجه تضيف للامه، انا عايزك تبقى اضافه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث حسن بن حجر: من لقي الله وليس به اثر من جهاد لقي الله وبه ثلمه. يعني ما عملش تاثير في قضيه الجهاد، بعملش إيمان لقي الله ولم يؤثر في قضية نصرة الدين، لقي الله وبه ثلمة. الثلمة اللي هي الجرح التعويرة. طب وأثر الجهاد؟ ما برضو الجرح التعويرة. نعم. اختار إما جراح الدنيا وإما جراح الآخرة. يا تختار ثلمة الدنيا إنك أنت واقف أنا ضحيت بشبابي عشان الأمة دي تقوم. نعم. يا جماعة محمود العربي أسس إمبراطورية توشيبا دي إزاي؟ صحيح. كان إيه؟ نعم. إيه إمكانيات ومن أراد استطاع. عايزين نغير فكرة قلة الحيلة اللي عند الأمة. النبي لم يحارب شيء قدر عليه الصلاة والسلام. نعم. قدر حربه لقلة الحيلة عند الصحابة. كان يقولهم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن القوي. يعني إيه قوي؟ الأسباب، مش قوي الإيمان. نعم. ولا كان كلام النبي يبقى تكرار. هو المؤمن أصلا فهو خلاص مؤمن. نعم. القوي في الأسباب اللي قدر يعمل مشروع للأمة. على فكرة اللي عمل مشروع للأمة في الدنيا عند الله بدم نيته صالحة زي بالضبط الداعي إلى الله وزي المجاهد في سبيل الله. نعم. كلها إضافة. هو أمريكا إيه سر قوة أمريكا؟ شركات إيلون ماسك على شركات بيل جيتس على شركات ستيف جوبز على شركات، هو مجموعة من الناس الناجحين المؤسسيين اللي قوموا إمبراطوريات اقتصادية وهم كلهم منتمين للأمة بتاعتهم. صحيح. فإحنا يعني إحنا عايزين نغير فكرنا شوية. نعم. فكر حراس الحدود بيقولك قاطع، فكر صناع الحياة بيقولك انتج. فاحنا عايزين نخرج من عقلية حراس الحدود لعقلية صناع الحياة. نعم. عايزين ننتج. هم احسن مننا في ايه؟ مش والذين امنوا اشد حبا لله. نعم. هم عشان حب الدنيا قدروا يعملوا المنتجات دي كلها. انا عشان الفردوس الاعلى ما انتجش ليه؟ انا عايز اقول لكل دكتور في الجامعة خليك عبقري في الدراسات الطبية. نعم.
اعمل، انا عايز اقول لكل دكتور في كليه الصيدله وكليه علوم، اعمل ابحاث في الكيمياء. الناس دي ما درستش علينا غير بسبب الكيمياء والفيزياء، غير بسبب العلوم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم. المفسرين هنا قالوا لفته عبقريه، قالوا ان منع عنين الغرب ان احنا نغفل عن صناعات التسليح وعن الصناعات اللوجستيه، فيميلون عليكم ميله واحده يكتسحك لانك لا شيء. ربنا ما قالش هنا ود الذين كفروا لو تغفلون عن ايه؟ صيامكم وقيامكم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن صدقاتكم وجلسات الضحى. ربنا يا جماعه دين الله دين قمه الواقعيه. لما بقول انا عايز انصر قضيه فلسطين، انا هنصرها بالدين وبالدنيا. نعم. انما مش هنصر قضيه فلسطين بالدعاء. هندعي ليل نهار، وده حقهم علينا ان شاء الله باذن الله بالدعوه الى الله. هندعو الى الله ليل نهار باذن الله الى اخر لحظه في عمرنا باذن الله. ولكن في نفس الوقت تقاتل الاطباء والمهندسين والكيميائيين والفيزيائيين والحكام ورجال السياسه ورجال الاقتصاد ورجال الاجتماع، انتوا جهادكم في سبيل الله ان انتوا تنجحوا في ده. نعم. ان انتوا تبقوا اقوياء، ساعتها كلمتكم هتبقى مسموعه. نعم. على ذكر الدعاء فضيله الدكتور، يعني كثير من الناس الان على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك يقلل من قيمه الدعاء، يعني يقول لك احنا طول عمرنا بنوعى على ان احنا بندعي لاهل غزه وفلسطين ولا زالت الحرب قائمه. الا يوجد في الامه هذا انسان صالح يستجيب الله عز وجل له؟ قال الله عز وجل، تفضل. ولكن قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. ولولا دفع مين؟ دفع الله. يبقى مين اللي بيدافع هنا؟ الله. الله. نعم. مين اللي بيدفعهم؟ الله. نعم. لو كانت الآية وقفت هنا ولولا دفع الله الناس، خلاص ربنا بيدفع عن الناس الكفرة، ربنا بيدفع الكفار عننا. لا، ربنا ما وقفتش هنا، قال بعضهم ببعض. يعني الله يدفعهم بإيديكم، يعني ربنا بيدفع كيد أهل الباطل بجهد أهل الحق. نعم. ربنا بيدفع دعوتهم للباطل بدعوتنا للحق. يعني من الآخر كده، عارف الآية بتقول إيه؟ بتقول اوعوا تقولوا ربنا سايبنا في الواقع الصعب ده ليه؟ ربنا سايب فلسطين في الظلم ده ليه؟ الواقع الصعب بتاع الأمة هو امتحان ليكم انتم، مش امتحان لربنا. نعم. بعضهم ببعض. انت ما انت عارف احنا عاملين زي ايه بالظبط؟ احنا عاملين زي طالب داخل امتحان فيزياء، فلا الاسئله صعبه، فاللي بيراقبوا عليه في اللجنه موجهين فيزياء، فهو بيبص للاسئله صعبه كده، بص لزمايله لقاهم الاسئله صعبه عليهم، قال لهم ايه ده؟ فين مدرسين الفيزياء؟ سايبيننا في الامتحان الصعب ده ليه؟ حرام عليهم، دول بيظلمونا. يا ابني الامتحان ده ليك انت، مش موجهين الفيزياء. هو موجه الفيزياء يحل الامتحان ده بصبع ايده الصغير، ولكن حبيبي الامتحان ليك. أزمة فلسطين دي امتحان لينا احنا، مش امتحان لربنا. الله سبحانه وتعالى يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ربنا قادر انه يخسفهم الارض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. امال فين الامتحان؟ امال فين الامتحان؟ احنا مش عايزين، هم احتلوا فلسطين لان هم شغالين بقالهم 200 سنه ليل نهار في الانتاج وفي الصناعه وفي التسليح، احنا احتلينا لان احنا بقالنا 200 سنه نايمين. تعال نصحى، تعال نشتغل. هو ايه مقصود الابتلاء اصلا؟ مقصود الابتلاء ان ربنا عارف الابتلاء ده عامل زي الجيم كده، اللي بتقعد تشيل حديد اتقل من احتمالك ضد مقاومه العضله فالعضله تكبر. فالابتلاء ده بيبقى حاجه اكبر من امكانياتك، فبتبدا تزود امكانياتك عشان تخرج منه، وانت بتقول يا رب وربنا بيساعدك. فكذلك الازمه اللي احنا فيها دي يا جماعه، واقع فلسطين هو امتحان للمسلمين حكاما ومحكومين، وليس امتحان لله. ربنا قادر انه يحرر فلسطين بكره، انما انت فين؟ امال انت دورك ايه؟ يعني اقدر افهم انه امتحان للامه كلها وليس لاهل غزه وحدها. امتحان للامه كلها. نعم. امتحان لاهل غزه، وامتحان لاهل فلسطين، وامتحان للحكام، وامتحان للمحكومين، وامتحان للدعاة، وامتحان للشباب، امتحان للجميع. نعم. كل واحد يقف على صغره. نعم. على ذكر هذا يا فضيلة الدكتور، يعني أنا لي لقاءات ثابتة هنا مع أهل غزة يظهرون معنا على شاشة الرحمة ويتكلمون حول قضيتهم. الحقيقة كأكثر من لقاء يعني اتحدوا جميعا دون أن يلتقوا على كلمة واحدة. أكثر ما يتعبنا وأكثر ما يزعجنا ليست الحرب ضد إسرائيل، أكثر ما يزعجنا أن نجد الآن المنظرين العرب عبر عدد كبير من القنوات التلفزيونية ووسائل مواقع التواصل يقول لك أنتم من استنفرتموهم للحرب، أنتم اللي بدأتم الحرب وعايزين تقحموا العرب والمسلمين معكم في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. ماذا تقول لهؤلاء المنظرين؟
يعني لا أنا مش هقول هؤلاء المنظرين أو من يسموا المخزلين. نعم. أنا هقول للمكافحين والمناضلين من أجل القضية. بص يا أستاذ عمر، في أوقات المخزل بيتسمى منافق، وفي أوقات هي 50-50. نعم. يعني على وجه الحقيقة 50-50، هو نص الأمة بصة من الزاوية دي ونص الأمة بصة من الزاوية الثانية. يبقى الحل في الوضع ده مش الاصطدام، وان احنا نهدر طاقتنا وتذهب ريحكم. ما خلاص بقى، ولا تنازعوا فتفشلوا. نعم. وتذهب ريحكم، ما احنا قوت، انا نسمه وانت نسمه وده نسمه، كل واحد فينا نسمه هوا، لما توحدنا مع بعض يبقى ريح. طب لما خبطنا في بعض وتذهب ريحكم. احنا على فكره 90% من هؤلاء اللي خطبهم مآلاته تخذيل هو حسن النيه. نعم. طيب يبقى الحل ايه؟ الحل حوار مجتمعي، الحل نفهمه، الحل نخبط على بيتهم ونتكلم معاهم، الحل نتحاور، الحل نتفق بيننا وبين بعض الوقت على ان احنا مهما اختلفنا بلاش خبطنا يبقى في بعض. لان يعني ما تزعلش مني، يعني ما انساش كلمه جيفري لانج استاذ الرياضيات في امريكا لما اسلم، فبيوصف اول مره وهو واقف يصلي وتجربته وهو نازل يسجد، فهو بيوصف المعاناه اللي حصلت له في نفسيته، يعني احط مناخيري في التراب عشان حد. فبيقول الكلمة أثرت فيها جدا، ناس دي صادقة، ناس دي واضحة. نعم. فبيقول أول ما خلص الصلاة وهو بقى عرقان بقى ومش قادر يتخيل إنه حط راسه في الأرض عشان حد، فبيقول فساعتها رفعت إيدي لربنا وقلت له يا رب سامحني، أنا جاي من مكان بعيد قوي. أنا جاي من إيه؟ أنا الموضوع يعني أنت يا رب يسجد ليك، بس أنا اللي جاي من بعيد. وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. في واحد جاي من بعيد قوي يا جماعه، يا جماعه عايزين نعرف دلوقتي ان نص شباب الامه هو متربي على ايد السوشيال ميديا بتاعت الراسماليه الغربيه، متربي على الحفلات الفنيه، متربي على فكر بعيد تماما عن التدين. يا جماعه نرحم بعض، بلاش تبقى انت واقف فوق سطح برج في الدور العشرين وواحد واقف في القاع تحت وبتقول له اطلع لي. يا حبيبي انت هتمد ايدك وتساعده يطلع، الفجوه بينك وبينه كبيره، فكان بعضهم في اعلاها وبعضهم في اسفلها. انت طلعت يا حبيبي في الدور بتاع السفينه اللي في النور وسط العلماء، والمسجد اللي جنب بيتك كان فيه محفظات قران، والمسجد التاني كان فيه مربين ومعلمين. حبيبي في واحد طلع في قاع السفينه، مامته وباباه ما قالولوش اتقي الله، ما حدش في عيلته علمه الصلاه، ما فيش مسجد جنب بيته لقى واحد بيقول له فيه يعني ايه ربنا ويعني ايه دين ويعني ايه فلسطين. يا جماعه اللي في اعلى السفينه يرحموا اللي في اسفلها. يعني ايه؟ يفهموه، ياخدوا بايديهم. مفيش حد مش بيحب الاسلام، مفيش حد مش بيحب الدين، مفيش حد ما عندوش كرامه، مفيش حد، ولكن نفهم بعض. يعني قصدي يا استاذ عمر دلوقتي في ناس كتير في الامه بقت بعيده قوي. نعم. لو عشان كده ربنا بيدي الروشته السحريه لتغيير المجتمع، بيقول له اصحاب يدعون الى الهدى ائتنا. فربنا قال تغيير المجتمع له ثلاث خطوات، اول حاجه له اصحاب، المصاحبه، نبقى اصحاب للناس. رقم اتنين يدعونا. انت تتوقع ان الدعوه ما تجيش في الاول؟ حد ربنا ما قالش الاول يدعونا، قال له اصحاب. الناس مش عارفانا. نعم. الناس ابو دقن عليه خايفه منه، شك فيه، شك في نيته، شك في فهمه، شك في اهليته لقياده المجتمع. احنا بقى يجب ان يعني ان نفهم من اين ننطلق. احنا بقينا بعاد عن الناس، احنا خدنا كارت احمر من معظم حياه الناس. قال لك يا عم خلاص اخرج بره حياتي، انت محتاج انه يقبل تاني انه يركبك في عربيه حياته، ومن جوه العربيه تفهمه اليوترن اللي اتعمل. انما لازم نفهم ليه في ناس اقصتنا عن التوجيه. احنا عايزين نعمل ثوره تصحيح في حياتنا، في خطبنا، في كلامنا، يعني عايزين نصالح المجتمع. ففكره فربنا قال في الاول له اصحاب، يعني الاول هنصاحب الناس عشان يصدقوا ان احنا حلوين، وبعد كده يدعونا مضارع مستمر، هنكلمه مع ربنا، وبعد كده الى الهدى ائتنا. يعني بعد ما هنكلمه برضه، مش انا مش كلامي، يعني بلاش نبقى ميكانيكيه بقى، بلاش يبقى شغلانتنا الكلام، يعني بلاش نبقى ناس شاطرين في الكلام. يعني ربنا بيقول سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، مش واجعلنا للمتقين دعاة. الداعيه هو الذي يدل الناس على الدين باقواله، والامام هو الذي يدل الناس على الدين بافعاله. الناس عايزه تشوف مواقف، الناس مش عايزه تشوف كلام وسخونيه في كلام، الناس عايزه تشوف تضحيه بجد. اتعلمت من اخواننا في التبليغ والدعوه لما كنت في سنه امتياز، اول مره امشي معاهم بقى واتعلم الدعوه الميدانيه معاهم، كانوا بيقولوا احنا طول ما احنا عايشين حياه فاخره وبنكلم الناس عن الزهد في المنابر،
الناس مش هتزهد. صحيح. الناس هتزهد لما تلاقينا بنزهد. نعم. إنها حتى إما كان الواحد ممكن ياخد من مؤتمر طبي شنطة فخمة جدا الوقت ممكن تبقى بستة سبعة آلاف جنيه وأكتر كمان، أو مديها الواحد زميلي في الدفعة هدية أول ما لقيه بيبص لها بانبهار كده وإعجاب أقول له خد عجبك خد. نعم. هتعجبك يا صفوان. أنا اتعلمت كده، الناس عايزة تصدق إن الدنيا رخيصة لما إحنا نسترخص الدنيا. مش لما إحنا نتكلم عن رخص الدنيا. كفانا تنظير مستمر دون فعل. نريد من الدعاء أن ينتقلوا من التأثير إلى التغيير. جميل. من خطاب تأثيري إلى أفعال تغييرية. نعم. إلى الهدى أتينا، يعني أنا بني واقع. نعم. وعلى ذكر الدعاء نختم بهذا، دور الدعاء والإعلام في تبصير الناس بواقع غزة الآن. دور الدعاء والإعلاميين، دور الإعلاميين غير دور الدعاء. دور نعم. الإعلاميين دي مسؤولية كبيرة جدا. أنا بقول لكل إعلامي، لكل صاحب برنامج توك شو، الكرسي اللي أنت قاعد عليه ده يا هيدخلك الجنة يا هيدخلك النار. يا الله. أي والله العظيم. نعم. أنا عايز أقول لكل واحد إعلامي إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضا الله يدخل بها الجنة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله والعياذ بالله يهوي بها في النار. يعني أنت الكلمة اللي أنت بتقولها يا هتدخلك الجنة يا هتدخلك النار. سلم يا رب. فأنت نعم. لازم تدرك إن أنت واخد أمانة كبيرة أوي. أنا مش بخونك دلوقتي ولا بقول إنك أنت إنسان ضد الدين ولا حاجة، أنا بقول لك بس اعرف خطورة الكلمة اللي انت بتقولها. اعرف انك انت ممكن تصنع مستقبل ناس وممكن تدمر عقلية ناس. نعم. بالنسبة للدعاء، عشان كده اي واحد صاحب منبر اعلامي لازم تكون على تواصل مع ناس من اهل الدين. نعم. على تواصل مع ناس من اهل الرؤية في الواقع. ما تقولش اي كلام، حتى لو انت في قبول لشخصيتك ما تقولش اي كلام. هتتحاسب امام الله على كلمة كلمة. تخيل انت مثلا اديت مثلا 5000 حلقة توك شو، امام الله هتقف بين ايدين ربنا والله العظيم هتتحاسب في قبرك وبين ايدين ربنا على كلمه كلمه في الخمسة آلاف حلقه. كلمه كلمه. تخيل اللي بيعمل برنامج يومي في التوك شو ما بيريحش عليهم في الاسبوع وبقاله 10 سنين، ده كام؟ ده لحد دلوقتي حوالي 40,000 حلقه. هيتحاسب على كلمه كلمه والله. بالنسبه للدعاء يا جماعه، ارجعوا تاني في قلب المشهد. ارجعوا تاني قدام الامه، انزلوا صالحوا المجتمع، اوصلوا للناس، انزلوا. يعني المنابر بتاعت السوشيال ميديا والمنابر بتاعت الاعلام جميلة، ولكن احنا منبرنا الاساسي هو الدعوة الميدانية. فوسطنا به جمعة، ان احنا بنتوسط جموع الحياة، احنا بين الناس. نعم. احنا في قلب الناس، له اصحاب، احنا اصحاب الناس. احنا قبل ما نكون دعاء احنا بينا وبين المجتمع مصاحبة مجتمعية. نعم. صحيح. ربنا قال على المسلم مع الكافر في سورة الكهف، قال له صاحبه وهو يحاوره، صاحبه ده جسر العلاقة الاجتماعية، يحاوره جسر العلاقة الدعوية. ربنا جاب المصاحبة قبل المحاورة. نعم. عايزين نصاحب الناس تاني. مهنة مقرفة يا عم، انا لسه هلبس العفريتة الزرقاء وانزل تحت العربية، انا بقيت معلم. حدش فينا معلم. هنفضل لابسين العفريتة الزرقاء لاخر يوم في حياتنا. هنفضل وسط المجتمع لاخر. ده شرفنا، ده عزنا، ده رضا الله سبحانه وتعالى. مش تحز ربنا يرضى عنك. احيانا نتكلم مع بعض الدعاء كده اقول له لازم تقوم مشروع، لازم تعمل مشروع مؤسسي، لازم تعمل تقف على صغر احترافي، لازم تنزل للناس وتبقى دعاية ميداني. يقول انا ما اعرفش اعمل حاجة غير ان انا احضر درس وديه. يا حبيبي، ما انت ابنك لو بيموت وعايز عملية قلب مفتوح، فانت جنب بيتك مستشفى عام، قالوا لك ده عايزة تروح مستشفى دكتور مجدي يعقوب في اسوان. قلت لهم لا، ما اقدرش اروح المسافه الرهيبه دي، انا هعالجه في المستشفى اللي جنب بيتي. ما انت بتقتله. صحيح. ما هو ده اللي انا اقدر عليه. يا حبيبي، انت مش بتعالج ابنك على قد امكانياتك، انت بتعالج ابنك على قد احتياجه. الوقت يا جماعه الامه محتاجه دعاء ميدانيين، الوقت الامه محتاجه دعاء مؤسسيين، الوقت الامه محتاجه دعاء منهجيين، الوقت الامه محتاجه دعاء محترفين على الصغور، مش محتاجه كلام وخلاص. يعني فانصر الدين على قد احتياج الدين، مش على قد امكانياتك. طب انت امكانياتك ضعيفة، طور نفسك، حط ايدك في ايد غيرك وطوروا نفسكم. نعم. وكملوا نفسكم. عايزين انتقال الدعاء من التأثير الى التغيير. عايزين انتقال الدعاء من فكر حارس الحدود الى فكر صانع الحياة. عايزين انتقال الدعاء لانهم في قلب الحياة، للميدانية، من الانعزالية الى الميدانية. نعم. ساعتها امور كتير جدا هتتغير، لان حقيقة اذا تحرك العالم تحرك العالم. نعم. بعض الدعاء ربما يهاب النزول للناس في الشارع وعلى الطرقات وفي المقاهي والنوادي، يخاف ان يلفظه الناس. يعني لو تكلمنا في دقيقه كده عن تجربه واقعيه ليك في نزولك للشارع، كيف كان قبول الشباب والناس لك؟ يعني سبحان الله العظيم، يعني اخر مره نزلت في الشارع والله ما كلمتش الشباب عن في الدين والصلاه. نعم. كلمت الشباب عن المذاكره.
عن واقع هم يحتاجونه الآن. كلمتوا عن أصل، بص، النجاح في الدنيا نجاح في الدين. جميل. والفشل في الدنيا فشل في الدين. نعم. والناجح نجح في كل حاجة، والفشل فشل في كل حاجة. نزلت قلت لهم كده، نزلت شرحت لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم. احرص على ما ينفعك. قلت له يا ابني الرسول بيقول لك خليك بتاع مصلحتك. صلى الله عليه وسلم. شوف عليه الصلاة والسلام، خليك بتاع مصلحتك. صاحب، قلت له أقرب خمسة ليك هم اللي بيفشلوك بينجحوك. لو انت ما انتش نجح في الدراسة يبقى اللي حواليك هم اللي مفشلينك. حبيبي انت عارف انا اخر جولة عملتها يعني اللي هي الجولة اللي بتكلم عنها فيها دي، انت عارف انا عملت الشاب بفكر ايه؟ ازاي؟ اتفضل. بفكر ان انا ابوه، بفكر ان انا بفكر في مصلحته. جميل. انا ما عملتوش بالفكر اللي هو بتاع فكر الداعية. صلي، بتصلي ولا لا؟ بتصلي جماعة ولا لا؟ صلي الفجر في الجامع عشان ربنا يرضى عنك ويوفقك في حياتك. انا ما عملتوش بالطريقة دي، انا حطيت نفسي مكانه. انا بدات اكلمه عن مصلحته. اقول لك حاجه يا استاذ عمر، من انجح الجولات اللي عملتها في حياتي. الله اكبر. انا مش عايز اقول لك ان شاء الله، يعني انا مش عايز اقول لك درجه قبول الشباب ودرجه التركيز الرهيبه اللي كانت في وجوههم. الناس عايزين مننا كده، الناس عايزين يحسوا ان احنا بنتكلم لمصلحتهم. وهذا من فقه الدعوه. وهذا من فقه الدعوه. تدخلوا ازاي ومنين؟ ما في الاخر بقول لهم كلام النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. هو النبي ما اتكلمش عن قيمه الفلوس. هو النبي ما اتكلمش عن قيمه النجاح في الصناعه والتجاره. نعم. هو النبي عليه الصلاه والسلام ما اتكلمش عن قيمه النجاح الدنيوي. نعم. ما ده دين وده دين يا جماعه، ما بلاش نخبي ده ونطلع ده. نطلع ده ونطلع ده. نعم. نكلم الناس في ده وفي ده، ساعتها الناس هتحس فعلا بمعنى قول الله لقد جاءكم رسول من انفسكم. نعم. احنا حته منكم. صحيح. احنا عايشين المكم واملكم. نعم. نفع الله بكم واحسن الله اليكم وبشركم الله دائما بالخير. تختم الحلقه بدعاء لاخواننا في غزه. يا رب، اللهم يا اكرم الاكرمين، اللهم يا رافع السماوات، اللهم يا ذا القوه المتين، اللهم يا ملك يا حق يا مبين، يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام، يا رب المشارق والمغارب، يا عزيز يا رحيم، اللهم انصر اخواننا في غزه. آمين. اللهم اغث إخواننا في مخيمات غزة. آمين. اللهم أغث إخواننا الفلسطينيين. آمين. في مخيمات سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. آمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. آمين. اللهم أغثهم، اللهم أمدهم بمنارك العظيم. آمين. اللهم أغث إخواننا المحاصرين في غزة. آمين. اللهم أغث إخواننا المحاصرين في شمال غزة. آمين. وأغث إخواننا في مخيمات جنوب غزة. آمين. اللهم أغث المهجرين منهم. آمين. اللهم أغث إخواننا في فلسطين. آمين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم بنصرك. آمين. اللهم أمدهم بمنارك العظيم. آمين. اللهم إنا نشهد أمامك يا رب العالمين أنهم قد نصروا دينك وأنهم قد صبروا. اللهم يا ربنا ارفعهم واجبرهم وأمدهم بمنارك العظيم. آمين. اللهم أغثهم بغياثك الكريم. آمين. اللهم يا ربنا انصر إخواننا المواطنين والمواطنات في غزة. آمين. وفي فلسطين. آمين. وفي الضفة الغربية. آمين. وفي كل مكان. اللهم انصر المسلمين في لبنان. آمين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. آمين. اللهم وحد بين المسلمين. آمين. اللهم ألف بين قلوب الحكام والمحكومين. آمين. اللهم ألف بين قلوب الأغنياء والفقراء. آمين. من أمة حبيبك. آمين. اللهم ألف بين قلوب الأمة أجمعين. آمين. اللهم ألف بين قلوب جميع الدول العربية والإسلامية. آمين. آمين. اللهم أزل الفتنة بيننا. آمين. اللهم اصرف شياطين الإنس والجن من بيننا. آمين. اللهم أيد حكام المسلمين بالبطانة الصالحة. آمين. الموفقة. آمين. الراشدة. آمين. التي تنصحهم وتوجههم. آمين. إلى نصرة الإسلام في الأرض. آمين. وإلى رقي الدول العربية. آمين. والإسلامية. آمين. وإلى نهضة الأمة العربية والإسلامية. آمين. يا رب. آمين. اللهم وفقنا جميعا حكاما ومحكومين. آمين. اللهم أرشدنا جميعا حكاما ومحكومين. آمين. اللهم اهدنا جميعا حكاما ومحكومين. آمين. اللهم أزل الفتنة بيننا. آمين. اللهم أزل الانشقاق المجتمعي من الأمة العربية. آمين. والأمة الإسلامية. آمين. اللهم انصر دينك. آمين. اللهم أذن لدينك أن يسود. آمين. اللهم أذن لشرعك أن يقود. آمين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. آمين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. آمين. اللهم استعملنا في الدعوة إليك لآخر لحظة. آمين. في أعمارنا. آمين. اللهم أخرج منا دعاة وداعيات. آمين. وعلماء وعالمات. آمين. ومجاهدين ومجاهدات. آمين. وعباد وعابدات. آمين. اللهم انصر بنا قضية فلسطين. يا رب. اللهم حرر بنا المسجد الأقصى. آمين. اللهم. آمين. انصر بنا أهلنا وأحبابنا. آمين. وإخواننا. آمين. وأخواتنا. آمين. في غزة. آمين. اللهم انصرهم بنا. آمين. اللهم ارفعهم بنا. اللهم. آمين. اجبرهم بنا. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين.
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم، وأسأل الله يتقبل منكم هذا الجهد وهذه الخطى ويجعلها في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. ولازلنا على وعد إن شاء الله نشوف بك قريبا إن شاء الله بإذن الله. هو الذي يسيركم الله يستعملنا يا رب. أسأل الله لكم شيخنا كريم ويبارك في أخوتنا ربنا وأنت أستاذ عمر يا رب شيخنا الله يحفظكم، شيخنا الشيخ محمد حسان، شيخنا الشيخ أبو بكر الحنبلي، مشايخنا جميعا يا رب الله يبارك في دعواتكم، ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير للاخ الحبيب فضيله الشيخ الدكتور حازم شومان، سائلا المولى سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياه بما قال. ومن هنا الى القاكم باذن الله في حلقه الاسبوع القادم وملف جديد من ملفات من الحياه. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.